الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا وعلى وقع آهات المونيمونتال وأصوات المؤازرة في لا بومبونيرا. هنا ستاد لوسيل، درة ملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022، يحتضن ثاني معارك دور ربع النهائي لأغلى بطولات العالم. هنا وحيث أحلام الأرجنتين تصطدم مرة أخرى بأمنيات الهولنديين في مواجهة تكررت كثيرا بين المنتخبين في بطولات كأس العالم. الأرجنتين المتسلحة بسحر صورتها ليونيل ميسي في بطولة الفرصة الأخيرة. أكونيا عند كرة عرضية، لك التغطية كانت موجودة، ممتازة، فرصة أرجنتينية خطيرة تأتي، موجودة، وصلت إلى ليو، يتقدم ليو، تمريرة ممتازة، أكونيا والعرضية خطيرة أرجنتينية، ولكنها مرت على الجميع وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى رمية التماس. تمريرة في الطرف الأيمن أرجنتينية، عرضية تأتي، كرة منقولة من حارس المرمى لوبرت الذي كاد أن يخطئ في اللقطة الماضية، طريقي ديبول عرضية لكن السالة عند الحارس نوبرت. هولندا التي كانت ممتعة بكرتها الشاملة، تلك الكرة الفاتنة على مدار عقود، طلع عن طريق تيمبر، ينقل كرة بينية ممتازة، لكن هناك حارس المرمى إيميليانو مارتينيز من أمام بيرخفان. عرضية ترسل عالية، التغطية موجودة كليا، كرة منقولة عن طريق ليو، يتقدم ليو والتصويب، لكن بعيدة 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 كرة ليو. يعني معنويات اليوم أكبر بعد خروج البرازيل. كرة منقولة هولندية، ممتاز التصويب لكن إلى خارج الملعب، خطيرة كانت الكرة الأخيرة، فرصة هولندا، هولندا التي نجحت بالوصول من مكان قريب، كانت قائمة بعد ذلك. عرضية ترسل عالية، الخطورة تحضر، خطورة مستمرة، هنا تمريرة وصلت بنقلة، كرة منقولة أرجنتينية ممتازة إلى أقصى اليمين، محاولة قائمة، عرضية تأتي، فرصة ما زالت قائمة، تمهيد والتسديد، ولكن حارس المرمى نوبرت يتصدى لكرة رودريغو. ديبول يا ديبول يا ديبول، مولينا عند كرة وصلت إلى ليو، ليو يحاول فيها، ليو يتقدم، ليو راح، ليو عند كرة ما زال، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أنت تقدم الهدايا يا ليو، نعم أنت تقدم الهدايا يا ليو، أي تمريرة مررت وأي هدية أهديت وأي كرة أهديت فيها هدف للشعب الأرجنتين هنا في لقطة، الهدف هو التمريرة، نعم هو التمريرة، ويا لها من تمريرة، تمريرة والأروع بتمريرات ليو الساحرة. لكن كرة مررت بينيات فيرجيل فان دايك في التغطية بأن تجازف هجوميا، هولندا التي تأخرت الآن في نتيجة هذه المباراة. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية وصافرة حكم الإيقاف ماتيو لاوس الذي يشير كذلك بأن الوقت الذي يستغرق وتستغرق معالجة إصابة اللاعب رودريغو ديبول سيحتسب هذا الوقت كما هي العادة، لكن دعوني أدعكم ودعوني أستمتع معكم بهذه الجماهير. دينية خطيرة تأتي إلى ليو، ليو عند كرة يحاول فيها ليو، ما زال هنا التصويبة تأتي، ولكن حارس المرمى، يا ليو أوه يا ليو ماذا تفعل؟ ليو هنا في لقطة، في فرصة، في محاولة. دومفريس تدخل كان موجود، صفرة على إنزو فرنانديز، صفرة، هولندا تريد أن تقول ما زلنا بعد كرة منقولة وصلت عالية، تغطية موجودة لكن هناك صفرة وخطأ، خطأ كان موجود. أنا قلت بأن الهدف سيغير مجريات المباراة اليوم في هذا الملعب الذي توقفت فيه سلسلة الأرجنتين بعدم الخسارة في 36 مباراة، هل تتوقف فيها سلسلة هولندا المكونة من 19 مباراة من دون خسارة أمام الأرجنتين؟ بين فرانكي وليو، بينما الكرة بتعود هولندية من الجانب الأيمن عن طريق ميمبس، لكن خطأ كان موجود، وبطاقة صفراء. بينما هولندا لم تنتهي بعد من هذا الشوط، كرة عالية خطيرة تأتي، ولكن إيميليانو مارتينيز عند كرة، تمريرة بعد ذلك في وسط ملعب فرانكيز، كرة ساقطة طولية ممتازة وصلت سالة عند حارس المرمى. كرات الطولية، ومن منا ينسى كرة فرانك ديبور؟ أرجنتين هدف،
هولندا لا شيء في واحدة من القمم كثيرة التردد في بطولات كأس العالم. هل يختلف الأداء الهولندي في شوط المباراة الثانية؟ كرة منقولة في اليمين، أرضية خطيرة لهولندا، ولكن إيميليانو مارتينيز من الطرف الأيسر إلى كونيا، عرضية ترسل عالية لكن في الأخير تحول براميليو، ترسل داخل منطقة الجزاء، راسية تحضر أرجنتينية، قدم في اليمين لكن هناك كونيا، مريرة في وسط الملعب لثناكي، لكن لمسة يد على ليو، والحكم السيد ماتيو لاهوس يصفر خطأ. إلى فرانكي، ممتازة تمريرة تليو العرضية، لكن دريغو تيبول إلى ليو بعيدة، لا يصل إليها ليو، منقولة كرة لهولندا، تمريرة لكن أيضا يعني حتى التمريرات الهولندية، الله على تمريرة مفتاحية، هنا فرصة أرجنتينية، انطلاقة رودريغو تيبول والعرضية، ولكن نثناكي في التغطية، لكن كرة ضربت فيها دفاعات الهولندية في اللقطة الماضية، وصلت الأرجنتين طريقي يا مولينا في يمين اليوم، ماذا سيفعل؟ يتقدم يا موري يراوغ، يحاول يسقط، يطالب بوجود خطأ، هنا الخطأ كان موجود، نعم الخطأ كان موجود، ماذا تفعل؟ يقولون أنه وبالعزيمة يمكنك أن ترفض النهايات التعيس، سريع ليو والتسديدة، هنا تاتيو كادان يفعلها ليو مثل ما اعتاد في كثير من المرات، وصلت إلى ليو، عند كرة لوك ديونغ هو البديل في تشكيلة المنتخب الهولندي، دي انطلاقة فرانكي، تواقل من فرانكي، كرة ممتازة لكن تغطية كانت بنتين، انطلاقة الآن تأتي تمرير قولة عن طريق اللاعب إنزو فرنانديز، يتقدم إلى الطرف الأيمن، تيليب وفرانكي ديونغ، تغطية كانت مميزة، تغيير قادم، باريديس هو من سيدخل بديلا، هو رودريغو تيبول يغادر أرضية الملعب، رودريغو تيبول يغادر أرضية الملعب لمصلحة الأرجنتين، ما زالت الكرة قائمة، وينها العرضية هنا، ركلة جزاء للأرجنتين بقرار إسباني، قد تؤكد حظوظ الأرجنتين إلى الدور القادم، قد تسافر الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي. الآن أنت في حضرة حلمك يا ليو، باليسارية ليو، الله في ليلة اكتمال القمر يطغى بدر ليو، نعم في ليلة اكتمال القمر هنا يطغى بدر ليو، الأرجنتين تسجل ثاني الأهداف، الأرجنتين عن طريق ليو، كرة منقولة، هولندا تبحث عن التقليص، إيميليانو مارتينيز يتصدى في الكرة الماضية، الأخيرة، لوك ديونغ وإيميليانو مارتينيز، جماهير أرجنتينية يعني إذا كان هذا هو الحال هنا في الساد لوسيل، أنت في الساد لوسيل يعني هناك في هذا الملعب جنون صدقون. ماكاليستر تمريرة من أجل الثالث، يبحثون عن الثالث، خطيرة تاتي، ولكن نوبرت يتصدى، نوبرت موجودة، وصلت من الثناكي، منقولة الكرة هناك صافرة وخطأ، خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، هنا تغيير، بل تغييرات، تاغليافيكو سيدخل في هذه اللحظات، وهناك تغيير كذلك في تشكيلة منتخب هولندا، لكن دعونا نسمع في هذه اللحظات مع أجواء ساتوسي، تاغليافيكو تسألهما من دخل، هل تعود هولندا، كرة منقولة في الوسط، لدينا كرة ومن ثم إلى خط الملعب، لدينا انطلاقة هولندية، محاولة قائمة، فرصة تأتي من خاوس، بين خاوس والعرضية ترسل، هنا كرة منقولة، اليوم كرواتيا هي التي رفضت أن يكون هناك سوبر كلاسيكو عالمي لمصلحة المنتخب، تأتي الكرة هولندية، وصلت من الجانب الأيمن، بعد ذلك عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي، هولندا تقلص النتيجة الآن عن طريق البديل فيغورس أراد أن يقول لم ينتهي الأمر بعد، لم تنتهي الأمور بعد،
نحن قادمون. يا لها من لحظات ستك، يا لها من لحظات ستكون هنا. إصابة ليوم وقع على أرضية الملعب، إصابة ليوم بعد التدخل. قائمة الانقاذ لا تأتي، عرضية ترسل عالية، هولندا من أجل معاودة الكرة، هنا الفرصة. الله الله، أنا أثق بأن هذه الكرة خطفت قلوب كل الجماهير. كرة منقولة عالية، بعد ذلك الرأسية، الضغط الرأسية والكرات العالية. هناك لوك ديونغ، هناك فيغورس، وهناك فيرجيل فان دايك. كرة طويلة ليو، الرأسية نثناكي، لا وجود لخطأ من أجل رصاصة الرحمة، من أجل كرة الإنهاء، لكن مقطوعة من أمام ليو، لكن ليو يتحصل على خطأ. يتقدم هنا لكن مقطوعة الكرة من جديد. نثن عنده كرة، تدخل كان موجود وخطأ. يصفر حكم اللقاء بطاقة صفراء على باريس، بطاقة صفراء على باريس. الأمور توترت هنا بين بدلاء بعد تسديد اللاعب باريس. نعم 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 نعم، هكذا هي لحظات الآن هنا في ساد لوسيل، وهذا الذي يجري هنا هي لحظات كأس العالم. ستنفذ لهولندا منقولة كرة عالية للطواحين، ترسل طويلة خطيرة، تأتي فرصة قائمة ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. بتعود الكرة من جديد لمصلحة المنتخب الهولندي، خطيرة هنا تأتي لهولندا، سقوط وخطأ وركلة حرة مباشرة من مسافة قريبة. تراجع أرجنتيني، ضغط هولندي في هذا التوقيت الآن، مباشرة بيرخاوس والتسديدة هنا تأتي ولكن الصدمة. وهذه الكرة التي خطفت نعم كل قلوب جماهير الهولندية والأرجنتينية على حد سواء. تمر عن طريق جاكبو، العرضية ترسل، الخطورة ما زالت ولكن الكرة تبعد، وهناك خطر، هناك خطر. سباق الزمن نعم هنا في الساتوسيل، ما بين أمنيات الأرجنتين المتواجدة حتى الآن في الدور نصف النهائي، وما بين آمال هولندا التي إلى الآن هي خارج حسابات كأس العالم. يتقدم والعرضية ترسل، التغطية الأرجنتينية تحضر، بعد ذلك هناك خطأ، صافرة حكم اللقاء، خطأ لهولندا، خطأ لهولندا، الحكم يشير إلى خطأ. لها من دقائق، يا لها من دقائق، ويا لها من لحظات، ويا لها من مشاعر، ويا لها من أعصاب مباشرة. جاكبو كوب من إرس والتسديد، يا الله على كرة، لا 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 لا، ما الذي يحدث، ما الذي يجري، هذا جنون، نعم هذا جنون، هذا الهدف الهولندي هو جنون، جنون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في هذا التوقيت وبهذه الطريقة عادت الطواحين وعادت نفسها إلى بطولة كأس العالم، هدف للتاريخ، نعم سيبقى للتاريخ. تمريرة، التغطية كانت موجودة وصافرة السيد ماتيو لاهوساتي لتعلن نهاية شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. دائما هولندا والأرجنتين مبارياتهم تبقى خالدة وهذه ستبقى كذلك. الأرجنتين كانت متواجدة في نصف نهائي الأدوار، لكن هولندا رفضت بهذا الأمر، فهبت رياح الطواحين حتى عادت في نتيجة هذا اللقاء. هدفان لهدفين كانت هي الحصيلة في شوطين، الشوط الإضافي الأول سينطلق في هذه اللحظات. ليو عنده كرة يرسلها عالية، رأسية، بالفرصة ما زالت قائمة أرجنتينية، الكرة مستمرة، ليو حاول فيها لكن حارس المرمى، المدافع وبعد حارس المرمى نوبرت يسيطر على هذه الكرة. كانت قائمة، فرصة لا تأتي، عرضية عالية الكرة ولكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. خطيرة هولندا، خطيرة، تمريرة نقلة إلى ليو، يحاول لكن الثناك، تمريرة بصورة بارعة، ممتازة كانت كرة فرانكي ديون، ممتازة كانت كرة فرانكي ديون في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ هنا. كرة منقولة عالية داخل منطقة الجزاء، الابعاد هنا يأتي الفرصة، ليو يرسل كرة طولية لكن الكرة بعيدة تماما، يمرر كرة منقولة باتجاه عن طريق اللاعب لوتارو، سقط لوتارو على تنفيذ ليو، يرسل كرة ساقطة خطيرة تاتيو، طالت على أوتمندي، طالت الكرة الماضية على أوتمندي الذي بدأ وأنه لم يكن، وصلت من الطرف الأيمن، تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة ثانية منقولة كرة عالية، والفرصة هنا تأتي لكن نوبرت، سهل الكرة عند حارس المرمى، نوبرت لم تكن كذلك. كرة منقولة عن طريق ليو،
تدخل كان موجود. صفرة حكم الإيقاع، هنا تأتي ركلة حرة. ليو هنا يأتي قدم، ليو هنا يحاول، ليو مازال، ليو عنده كرة تصويبة لكن بعيدة 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 كانت الكرة الماضية. ليو يعلم تماما أن آخر دي ماريا يدخل بدلا من ليساندرو مارتينيز. ليساندرو مارتينيز غادر أرضية الملعب. يا جابو يأتي قدم جابو لكن تغطية في اللحظة الأخيرة، وهناك خطأ بطاقة صفراء. كرة هنا تي من جاكبو منقولة، كرة عالية خطيرة، هنا تأتي والتصويبة من جديد، فرصة ما زالت ولكن خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. أوه يا لها من كرة، يا لها من كرة. الخطورة قائمة لو تاروا التمريرة ولكن تغطية كانت موجودة. بالأربي سليسي عن طريق أنخل دي ماريا وصلت في الطرف ريمان، خطيرة تأتي عرضية جول. أوه يا لها من كرة ويا لها من فرصة ويا لها من محاولة أرجنتينية قريبة قريبة من لوتارو. ركلة ركنية أرجنتينية عرضية التمريرة لا تأتي، خطيرة من أنسو والتصويب. السلل كان موجود مصلحة الأرجنتين. كرة منقولة عالية، راسية تاتي ولكن اعتلت العارضة. تيرة لهولندا عرضية عالية. أوه مليار سريعة، فرصة خطيرة، عرضية تخترق من العمق من خلال النقلات البينية. هنا ليو 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 التسديدة لكن إلى خارج الملعب تحولت إلى لوتارو. لوتارو أنخيل دي ماريا على تنفيذ ركلة ركنية تنفذ والتصدي من حارس المرمى. يا لها من كرة، يا لها من كرة أرجنتينية. عودة للخلف، فرصة للأرجنتين والتصويبة تأتي. الله محظوظة هولندا. وفي هذه اللحظات صافرة السيد مافيلاهوس تأتي لتعلن نهاية هذه الملحمة ما بين الأرجنتين وهولندا. الملحمة انتهت لكن الحسم لم ينتهي، لأن الحسم سيكون من خلال ركلات الترجيح. إذن مرة أخرى إذن يا أحبة الكرام، هنا ركلات الترجيح هي من ستحسم مباراة الأرجنتين وهولندا. وهنا الركلة الترجيحية الأولى لهولندا عن طريق فيرجيل فان دايك لكن إيميليانو يتصدى. إيميليانو ليوب على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى منتخب الأرجنتين. هنا ليو 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 في المرمى، في المرمى حطها حط خاوس بيرخاوس والتسديدة. إيميليانو من جديد، يا إيميليانو 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 إيميليانو. باريدس 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 يسجلها بنجاح، يسجلها بنجاح، ينجح باريدس ويضع الأرجنتين في المقدمة. إيميليانو مارتينيز الآن هو صورة الأرجنتين بعد اليوم. كوب مينيرس والتسديدة وينجح، ينجح لاعب المنتخب الهولندي. مونتي المونتي المونتي، يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، وضعها بشكل رائع. هذه الدموع، الركلة الترجيحية الرابعة لهولندا. في كورس في كورس، ينجح ينجح لاعب لهولندا ويسجل. إنزو فرنانديز، كل الأرجنتين خلفه وكل هولندا خلف حارس المرمى الحارس نوبرت. إنزو إنزو إنزو، ضاعت ضاعت كرة إنزو، ضاعت. لوك دي يونغ، لوك دي يونغ ينجح نعم بنفس طريقة ميسي في التنفيذ، سجلها يمينية. لوك دي لوتارو مارتينيز يريد أن يصالح كل الجماهير الأرجنتينية. لوتارو مارتينيز وكرة الأمل. لوتارو لوتارو، الله حسمت، انتهت، خلاص 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 خلاص. الأرجنتين إلى مربع الذهب، خلاص 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 خلاص. الأرجنتين إلى دور نصف النهائي. كرة القدم تنصف من أعطاها، كرة القدم تنصف من كان هجوميا، كرة القدم تنصف من لعب لأجل أن يمتع، من لعب لأجل أن يبهر، من لعب من أجل
في أن يتجاهل. ضغطت الأرجنتين وهاجمت وسجلت، دافعت هولندا وعادت في اللحظات الأخيرة، ولكن ركلات الترجيح مثل ما فعلت بهولندا في مونديال 2014 هنا تفعل كذلك في قطر في عام 2022. الأرجنتين إلى المربع، إلى الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي.